ضيفتي ببيناتنا لليوم هي جلنار مجدلاني. جلنار عازفه بيانو، صاحبه 2 CD موجودين بالاسواق، وايضا والاهم بفتكر بحسب رايها هي مدرسه بيانو او استاذه بيانو لاكثر من 60 تلميذ. انا لقيت هالرقم كثير كبير. جلنار، اول شيء بونجور. بونجور جلنار، شو اصل الاسم؟ اسم فارسي. اسم فارسي معناتها زهره الرمان. زهرة الرمان، هذا اللي كنت عم بسألك اياه. اوكي، حلو الاسم. في جلنار وفي جلنار كمان اذا ماني غلطان. هو ان فيت هو جلنار، اوكي، بس بالعربي بيقولوا جلنار. جلنار بتنقال بعدين جلنار. جلنار مش كتار 60 تلميذ عليكي؟ ليكي لما تكوني منظمة بتلاقيهم قليل. طيب، هو مش قصة العدد يعني، بس إذا تنظيم الوقت إذا بتناسب مع العدد، قصة الانرجي، إنه أنت لتعلمي حدا بدك طاقة. مزبوط. وبدك تكوني عم تسمعي دق غلط وعزف مزبوط وصح وتمرين على البيانو، بتقدري تتحملي مثلا 60 تلميذ بالأسبوع؟ هذا اللي بيميز أستاذ عن الثاني، إنه بيكون في عندك الباسيونس وبيكون عندك الشغف للمصلحة اللي أنت عم تعمليها، إذا أنت بتحبي هذا الشيء ما عندك مشكلة. ما عندك مشكلة تسمعي بيانو كل هالوقت. أنت إمتى تعلمتي بيانو؟ مين علمك؟ وإمتى حبيتي وحسيتي حالك رح تكوني بيانيست؟ كان عمري 7 سنين، بلشنا بالمدرسة اكتيفيتي عادي، بعدين انتقلت شوي اكثر بروفيسيونيل مع معلمة بالبيت، وبعدين كملت كونسرفاتوار وكملت بعدين لحالي. قد ايه كنت تتمرني؟ بدك تتمرني كل يوم. ليك كل ما بتعلي بنيفو كل ما بدك وقت تمرين اكثر، يعني بتصير تزيد مع الوقت من نص ساعة لساعة لساعتين، اوقات 5 ساعات. واو، اكيد. ليه 5 ساعات؟ لانه بس يكون عندك ليفل عالي. ليش بالذات بده هالقد تمرين ولا كل الآلات الموسيقية بدها هيك تمرين؟ كل الآلات الموسيقية اكيد. بعدين عم اقول لك كل ما بتعلي بالنيفو كل ما بصير بدك تتمرني اكثر وقت، وخاصة لما بيكون عندك فحوصات وتحضير بيكون على بيرفكسيون، اوقات كنت اقعد 7 8 ساعات على البيانو. اكيد في بريكس بيناتهم، بس انه هيدا العدد الوقت. قبل ما نحكي عن الكونسرت ونشوف التلاميذ كيف عزفوا بالكونسرت اللي صار بالسان سوفور بدايه الشهر، بنحكي شوي عن السيديات. امتى خطر لك انه انت بدك تعملي هالعزف اللي بتعزفيه عاده، بدك تسجليه على سي دي، وليش؟ من شي 7 أشهر السي دي اللي عملته اسمه ريلاكسينج مومنت. المزيكا اللي بقلبها هي كلها مزيكا ريلاكسانت، اللي عاده بلعبها بالبيانو بار او بالمحلات اللي بكون عندي ايفنت او شيء بيطلبوا مني قصص رياضيه. بتلحقي تعملي ايفنت؟ بتلحقي تروحي مثلا بلعب ايفنت بالويدنجز بكونسرتس بوين ما كان اوبننجز؟ هذاك عشيه، ما خصه بالشغل، ما خصه بعد الظهر، اي كله مقسم يعني، قبل الظهر شيء، بعد الظهر شيء، وعشيه شيء ثاني. اوكي. سو حبيت انه المزيكا اللي بلعبها بالايفنتات انها تكون عندي بطريقه شوي بروفيشنال اكثر، لانه اذا بدك تسجلي من وراء ايفنت بيطلع عندك اصوات العالم، اصوات اي ضجه ما بيطلع مزبوط. فالعالم عم تتمتع بالموسيقى تبعي، انا ما عم بتمتع بالموسيقى تبعي. سو حبيت انه اعملهم بشكل سي ديز، وهيك ساعتها وين ما كان بيكونوا موجودين. هدول امتى عملتيهم؟ اي سنين؟ لانه في ريلاكسينج مومنت اثنيناتهم عملتهم مع بعضهم من شي 7 أشهر. اوكي، موجودين هلا كلهم بمزار شاهين، كل البرانش تبعه. طيب، اخترتي انك ترجعي تعملي يعني الفيرسيون الخاصه فيك لاغاني معروفه، بيرفورمانس لك على البيانو. مزبوط. بس اغاني معروفين. مزبوط. فيرست تاتش، دونت كراي فور مي، ارجنتينا، لا بوام، لي في مورت، يان نيرا، ودي بلاز، جو شانسون فرانسيز، ميوزيك دو فيلم. كيف نقيتيهم؟ الاكثر شيء كلاسيك، الاكثر شيء بيطلبون الناس، ولا اللي انت بتحبيهم؟ يا اللي انا بحبهم، واللي بحس العالم كمان كثير بتنبسط فيهم، لانه من بتعرفي من ورا خبرتك بالحفلات بتعرفي وين العالم بتحس اكثر باي موسيقى، باي تاتشي اكثر. ما في حدا اعطيته صدق لما قال لي كل دقه احلى من الثانيه، يعني ما في مش بننقي تراك تنسمع هيدي، لا كله بنسمعه وما بنوقف. طيب خليني اسالك جلنار، هدول الفيرسيونات اللي انت عزفتيهم هي الفيرسيون الخاصه فيكي، ولا هي الغنية معزوفة على البيانو بس؟ لا، ليكي نبشت على النوتات على الانترنت بطريقة انه لقي اللي احلى فيرسيون واصعب شيء تندق تعطي قيمة، وفي منهم انا عملت ارانجمان انا على ذوق شوي يعني زايدة فيهم. يعني في التاتش او أكيد في التاتش الخاصة بجلنار مجدلاني. بدنا نشوف احدى تلميذاتك عم تعزف بيانو. مش احدى، جروب صغير من يعني الريبورتاج من ال 55 تلميذ اللي عزفوا. يلا.
شو بيختلف التعليم بين سن صغير وسن كبير؟ عم بتقولي انه تلاميذك او اللي عزفوا معك بالكونسرت اعمارهم بين الاربعه لل 24 سنه. مزبوط. اللي عمرهم 24 سنه عم يتمرنوا كمان من سن صغير؟ مزبوط. البيانو لازم يتبلش بيه. مزبوط مزبوط. في عندي تلاميذ اللي بالاخر ما ببينوا عمرهم صاروا 21 سنه، بلشت لما كان عمرهم هن 9 سنين بلشت على كبروا معي. مزبوط. اكيد بتختلف. الولد اللي بيكون عمره 4 سنين بتتصرفي معه بطريقه غير الجيران، يعني بدك تنزلي لمستواه لعمره تفيك تعطيه المعلومه وتاخديها شوي اكثر بطريقه يعني مش كتير جديه وسيريوز معه، ولا بيهرب ما بدك تحببيه الشيء اللي عم بيعمله. في ديفرنت تكنيكس لتعليم البيانو. انا بشوف كل الاساتذه تقريبا بيعلموا بنفس الطريقه، حتى عندهم ذات الكتب ببلشوا فيهم. يعني لا مش ضروري ذات الكتب. لا ليك انا عندي تكنيك خاصه فيي، هي انه بجرب اعطي الولد اترافير لا شانسون، بعطيه التكنيك. مش ضروري تعطيه اكزرسيس من دون لحن، بس انه لانك لازم تعمل اكزرسيس ما بيزهق منه، بقول لك شو عم بعمل، ما عم بعمل شيء. بعطيه دقه بحبها كثير، بس بمرق من وراها التكنيك، هيك بينجبر يعمل الدقه وبتوصل التكنيك اللي بده يوصل له اياها. هذا هو يعني السر الاهم يمكن لتعليم البيانو، لانه مين ما بحب يلعب دقه على البيانو؟ ليش في ناس جيلنار بيتعلموا بيانو بعدين بوقفوا، بتعلموا سنتين ثلاثه اربعه بعدين بوقفوا؟ بكون انا ما حدا اعطاهم موتيفاسيون. مزبوط. كيف ما حدا حببهم بهالطريقه؟ هل عم بقول لك عندك عالم مثلا صار لهم اربع خمس سنين عم بيعملوا بيانو ما بيعزفوا ولا شانسون على البيانو، كله اكزرسيس. دونك لما بتكون في دي شانسون مثلا دي كونسير اللي عم بعملهم، هذا بتعمل موتيفاسيون. اذا في عندي انترفيو على التلفزيون مثلا بطلعهم فيه كمان معي، دائما بحسوا حالهم اناكسيون. الكونسرت اللي عملتيه اللي حنشوف كمان بعد شوي عزفك على داخل الكونسرت، شو اللي كان بخلاله؟ كل تلاميذك مروا؟ كل تلاميذي قطعوا، وباخر شيء انا ختمت. دائما انا بحب اختم الكونسير. وكلهم قبلوا انه يطلعوا ويعملوا بيرفورمانس قدام قدام الببليك؟ اكيد. ما فيني اخبرك، من قبل 3 4 اشهر عم بيحضروا لبعد الكونسير، وهلا من هلا عم نحكي عن سنه الجاي. يعني عم بتخنقوا شو بدهم يحضروا لسنه الجاي. وبتجرب يكونوا ديفرنت اللي بدهم يقدمون، يعني ما يكونوا نفس الاغاني او نفس الالحان. لا اكيد طبيعي. مزبوط. تمشي مع كل واحد حسب هو اهوائه وانواع الموسيقى اللي بحبها، واذا ميل اكثر على جاز على كلاسيك على شرقي على دائما المعزوف اللي بدي اعطيه للولد بدقق قدامه بساله اذا حبيتها تنمشي فيها، اذا ما حبها ما بفوت فيها، لانه اذا منه مزبوط حاببها ما رح يوصل فيها. صحيح. لحتى تضل معنا شهرين ثلاثه ما عم نوصل لمحل، بينما المقطوعه اللي بحبها بيخلصها بيومين. قلنا إذا واحد تعلم بيانو مع أستاذ ما كتير بيعرف يعلم، يعني أخذ التكنيك غلط، حركة الأصابع أو وضع الماء الإيدين على البيانو، بيتعلم غلط بتبقى معه هيدي؟ كتير صعب إنك ترجع تصلحيها. لأنه تعود على شيء أصعب شيء إنك تزبطي غلطة. بس إنك من الأول تتعودي على شيء صح كتير هين. بيقدر واحد بأي عمر يتعلم بيانو؟ أكيد، بس ما رح يوصل. عندي دي ماما بيعملوا بيانو. سكرتي لنا اياها ما حيوصل. لا لحظه بركي انا هلا بدي اتعلم. عندي دي ماما بيعملوا بيانو، بس بياخذوها انه هيك لتهن ينبسطوا، بس ما فيهم يطلعوا على كونسير او يعملوا ايفنتات. لانه شو؟ لانه البيانو بتخلق معك من انت وصغيره، مجبوره تبلشي فيها. اصابيك بدهم يتمرنوا، بدهم يصير عندهم الاجيليتي. اذا بتلاحظي مثلا حدا كبير بيقول لك انا هيك بعمل بيانو، لا، البيانو بيكون في عندك هذا التاتش ويكونوا كثير هيك سوبل. السوبلاس بتروح مع الوقت مثل السبور. اذا حدا هلا مثلا كبير بده يجي يعمل دغري يعمل جيمناستيك ما بحياته عمل سبور، بتزبط معه؟ ليه بقولوا دائما الواحد بيكون هو صغير مبلش حتى البيانو بيكون هيك؟ اكيد. بدنا نشوف مقطع على الك كمان بالكونسرت عم تعزفي بسان سوفور. صار الكونسرت مزبوط منو Thank you.
اعمل مثلك بس ما بيطلع ولا صوت دغري. جلنار مين البيانيست اللي بتحبيهم، البيانيست المشهورين اللي بتحبي تكوني مثلهم؟ ليك انا كنت كثير متاثره برابول دي بلازيو، هلا شوي عم بروح كمان مثل ما سمعت المقطوعه الفيرسيون لجارو درادنخ، هو اللي بدق لكل الميوزك تبع والت ديزني هو المسؤول عنه، فهيك عندي صار هلا الايدول بدك تعتبري. بتفكري انك تعملي كونسرت، يعني بتفكري انك تالفي الموسيقى الخاصه فيكي على البيانو وتعملي كونسرت او تعملي هيك؟ لانه في بيانيست بحبوا يعملوا مع اوركستر. مزبوط، كثير بحب العب مع اوركستر، بس عم فكر فيها انه بلش اعمل معزوفات خاصه فيي. شي مره الفتي معزوفه خاصه فيكي ولا بعد؟ لا بس جامبروفيز بس، ولا مره انه عملت شي خاص لإلي. والامبروفيزاسيون كيف تطلع؟ شو بتاخذي امبروفيزاسيون؟ يعني هلا مثلا بقعد على البيانو بعزف شي بس انه ما برجع بقدر اعيده. أوكي. بيطلع دغري هيك قصص معي. ما بتفكري انك تسجليهم؟ بركي طلع في موسيقى حلوه تتسجل. بلا، بلشت فكر فيها جديا هلا. نحن بنقول لك جود لك، بس انا بعرفنا عليكي، والسيديات موجودين ب مزار شاهين. مزار شاهين للي حابين. جلنار مجدلاني ريلاكسينج مومنتس 1 اند 2، وال يعني الاغاني اللي بنقيتهم جلنار اغاني كثير حلوين. صار وقت نرجع ننتقل عند ستيفاني وشيف مارون.